وتنفيذ الأوام. يلا يا رهوف اختاري فعل. يا ترى هيطلع فعل أمر ولا لا؟ قف مكانك. وريني كده الكارت. قفي مكانك. يلا خليكي واقفة مكانك ثانيتين. برافو رهف. نختار كارت كمان. ما لون التفاحة؟ ده اسلوب امر. امال ده اسلوب ايه؟ استفهام. يبقى مش هتنفذيه. نسمع لها تحية كبيرة. برافو يا رهف. اتفضلي يا رهف.